معانا طبعا نجم نجم على السكايب جيمي كارتر، طبعا معانا عشان نتكلم معاه كمان. هو طبعا النجم الكبير لليفربول والارسنال ومحلل رياضي، فعايزين ناخد رايه ويكون شرف لنا يكون متواجد معانا. كابتن اقول له مستر ولا كابتن؟ واحد مستر جيمي، بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي، اهلا بيك. Very nice to have you. سعيد جدا لان اكون معكم في مصر من لندن. اهلا بيك معانا. وطبعا احنا عارفين نجم من نجوم البريمير ليج، لعب في الارسنال ولعب في ليفربول، وطالما بنقول ارسنال وليفربول عايزين نعرف رؤيتك الفنيه لمباراه الارسنال امبارح، او ليفربول وارسنال امبارح وفوز ليفربول 3-1. نعم، أعتقد أن ليفربول كانوا مميزين جدا وكانوا عظماء للغاية، وكان هذا ماتش أو مباراة صعبة بالنسبة لأرسنال، وهي واحدة من المباريات الهامة في البريمير ليج وواحدة من أهم مباريات البطولة. ولكن السؤال هو كيف يمكن أن يتخطى أرسنال هذه الصعوبة ويلعب مع ليفربول؟ ولكن في النهاية ليفربول كانوا هائلين للغاية، وكانوا لم يكونوا متقدمين في البداية، ولكنهم استطاعوا أن يتقدموا بعد ذلك، وكان لديهم عزيمة كبيرة للفوز في النهاية، وكانت مهمة صعبة، وكان بمساعدة بالتأكيد محمد صلاح. كانت مباراة هائلة وسوف تكون سطر هام جدا في البطولة، وكان يستحقونها. طبعا احنا عارفين ان كمان هيكون في لقاء قريب جدا، يمكن بعد بكرة اعتقد لقاء في الكاس، رابطة الاندية المحترفين كاس انجلترا، ايضا ليفربول والارسنال. تعتقد او ممكن يكون تأثير هزيمة الارسنال، ممكن يكون النتيجة دي ليها تأثير على مباراة الكاس، ولا انت شايف ان مباراة الكاس بتكون ليها حسابات اخرى، وممكن الارسنال ممكن يعمل نقدر نقول مفاجأة ويخرج ليفربول من كأس انجلترا؟ اعتقد ان ذلك سيعتمد على خطة المباراة وايضا الطريقة التي سيلعبون بها. أعتقد أنهم سيعتمدون على مجموعة من اللعيبة، وسيكون هناك خطة مختلفة، سيحاولون اللعب بطريقة مختلفة ربما، ويعطوا بعض اللعيبة فرصة. وأرسنال أيضا لديهم مباراة يوم السبت، وجميع الفرق ستحاول أن تنتهز كافة الفرص المتاحة، واعتقد ان الاولوية هو البريمير ليج بالنسبة لهم. بالتأكيد الكأس هام، ولكن الدوري الانجليزي بالنسبة لهم ربما يكون اهم، فسيضعوا ايضا كافة جهودهم في هذه المباراة. متابعته طبعا للبريمير ليج وخاصة الأرسنال، زي ما اتكلمنا خروج النني الموسم الماضي وإعارته لبعض الأندية، والعودة محمد النني تاني لصفوف أرسنال، أعتقد كانت عودة شايفين عودة إيجابية، ونشوف تقييمه لأداء النني قبل طبعا الإعارة وعودته هذا الموسم مع بداية موسم جيد جدا للأرسنال. أعتقد أنه من المنصف أن أقول أنه من قبل أنني كان يحاول استيفاء بعض المتطلبات، وكان يحاول ربما كانت أيامه في أرسنال لم تكن كثيرة، ولم تكن هناك لديه الكثير من الفرص، ولكن لعب مباريات هائلة في الفترة الأخيرة، ولعب مباراة هامة جدا، ولديه موهبة كبيرة جدا، فأعتقد أنه قد يحرز نتائج هامة جدا مع الأرسنال، لتحتفظ به الأرسنال إلا إذا كان له بعض الأولويات الأخرى. ربما لن أفاجأ إذا تم بيع النني أو تم
تبديله مع لاعبين آخرين وفقا لمتطلبات وأولويات. سؤال أخير، شايف طبعا الأسابيع الأولى احنا في الأسبوع الثالث من البريمير ليج، لكن بدايات البريمير ليج السنة دي ظهور إيفرتون بشكل أكتر من رائع مع أنشيلوتي، ظهور دلوقتي ليستر سيتي كمان متصدر ثلاث لقاءات بتسع نقاط، رؤيته إيه للبريمير ليج السنة دي؟ هل هيكون في فارس من الفرسان زي إيفرتون ممكن يكون ليه يعني ليه نصيب كبير جدا في المشاركه مع طبعا التوب 5 او التوب 4 اللي متعودين عليهم في البريمير ليج؟ رؤيته للبريمير ليج، بدايات البريمير ليج شايفها ازاي من خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا؟ اعتقد ان البدايه كانت مثيره للغايه بالتاكيد. ليفربول فازت بالعديد من الماتشات من المباريات، وليستر ايضا، فهو من كان مثير للاهتمام رؤية الفرق الكبيرة تحرز التقدم وتحرز هذه النتائج وتحاول الوصول لبعض المستويات، مستويات الفرق المختلفة. وهناك 97 نقطة تقدموا بطريقة مذهلة، وهو من المهم لكافة الفرق أن تحاول الوصول إلى هذا المستوى. ليفرتون وليستر حاولوا أن يحرزوا تقدم كبير وأن يبدأوا بدايات هامة جدا، وقد استطاعوا أن يسطعوا في سماء الكرة الإنجليزية في السنوات الماضية، وأيضا جوتر استطاع أن يحرز نتائج هائلة جدا. فبالنسبة لي ليفربول هو الفريق الأهم، وتشيلسي أيضا يعني قدم الكثير من المباريات الهامة جدا، وربما يحاول أن يستثمر الكثير من الأموال في الفترة القادمة لجذب المزيد من اللعيبة، ولكن في النهاية ليفربول أحرز نتائج هامة جدا. وأيضا أرسنال كان متأخر عن ليفربول، ولكن لا أعتقد أن هذه الفجوة كبيرة جدا، فسيحاولون ربع الصدع وسيحاولون تقليل هذه الفجوة في الفترة القادمة، وبالنسبة لي فهي ليفربول. ده على مستوى القمة، على مستوى الصاعدين من الشامبيونشيب خاصة بروميتش، وست بروميتش ووجود أحمد حجازي وست بروميتش، ثلاث مباريات نقطة واحدة. شايف ايضا حظوظ حجازي مع ويست بروميتش في البريمير ليج السنه دي عامله ازاي؟ اعتقد انه لاعب جيد، لديه مواهب وهو له بديان هائل وله مهارات عاليه للغايه، فهو مدافع جيد جدا ولديه خبره، والان يلعب في بطولة هامة جدا، فالكرة في ملعبه كما يقولون، وعليه أن يثبت نفسه في المباريات القادمة، وسيقدم مباريات، أعتقد أنه سيقدم مباريات هامة جدا، فأنا أستمتع بمتابعته في الملعب. فحجازي أحد اللاعبين الذين يثيرون الاهتمام، وهو مثير للاهتمام منذ بداية المباريات. سؤال أخير عدم الإطالة، لازم نتكلم على تريزيجيه وأحمد المحمدي في طبعا أستون فيلا. شايف يعني تريزيجيه طبعا بعد الأداء الجيد السنة اللي فاتت، وتوقعاته لأداء تريزيجيه والمحمدي ودورهم الكبير في أستون فيلا السنة دي؟ أعتقد أستون فيلا كان لديهم موسم صعب للغاية، واستطاعوا بالكاد أن يمكثوا في البريمير ليج، ولكن كلا اللاعبين هما لاعبين جيدين ولديهم إمكانيات ومهارات عالية، وكما نرى أستون فيلا يتقدم في البريمير ليج وبدأ بداية جيدة، وهو لاعب جيد، وأعتقد أن سيكون لديه موسم جيد. أعتقد أنه سيكون ربما في الوسط أو أعلى بقليلا في هذا الموسم. جيمي كارتر لاعب الأرسنال ولاعب ليفربول والمحلل الرياضي الإنجليزي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجد حضرتك معنا في قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا. أشكركم شكرا جزيلا، إنه من دواعي السرور. شكرا.